يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فاذكروا الله تعالى كما أمركم بذكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بكثرة الذكر فقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكره لربه، كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه. فاجتهدوا في ذكره جل في علاه تنالوا الأجر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.